السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ أنا سمعت أنت من مكناس وكتتواجد في الرواحلة، ومسافة كبيرة بين مكناس والرواحلة في ناحية الجديدة، شنو الدافع اللي خلاك تجي هنا للرواحلة وشنو بمناسبة؟ الاسم والنسب بعدا؟ أيوب الهير من مكناس، مدير ديال الشركة ديال الهير لاب اللي كاينة في مكناس. باش كتكلف؟ هاد الساعة هادي جينا لهنايا والرحمنا ان شاء الله غير الرواحله. الرواحله زيد انا كنصلح زيد. مرحبا، جينا للرواحله باش نشوفوا الناس ونوريوهم هذا المنتوج هذا ديال السمن اللي هو قليل واللي هو اصلا حتى بالنسبه للقيمه ديالو لا الغذائيه ولا حتى من المدخول ديالو حتى المادي مرتفع بزاف. جينا باش نوريو للناس هنايا يخدموا وحنا نعاونوهم ان شاء الله في كل شيء، يعني من ناحيه ديال الماتيريال، من ناحيه تا ديال الكوتي تكنيك تا هو نوريو لهم باش ان شاء الله يزيدوا القدام، لان شفنا هذه المنطقه هذه عندهم واحد ليفيكتيف بزاف ديال الناس اللي يقدروا يخدموا هذا الشيء هذا ويعاونوا هذا الدومين هذا ويتزاد هذا الشيء هذا مزيان. هذا هو الاوبجيكتيف. المناسبه اللي جيتي فيها الرواحله شنو المناسبه؟ كنظن شارجات ارجال غتولي في دكاله وعرضوا عليك كيفاش؟ جاتني من عند السيده منديب نجوى صيفطات لي لانفيتاسيون، كنا تلاقينا في المعرض الفلاحي اللي كان في ماي في لافان ديال الموكا، وجينا ان شاء الله وجينا قدينا معاها بزاف ديال الحويجات بالنسبه خلاص البريزونطاسيون ديال المنتوج ديالنا، وجينا باش نتعرفوا حتى على المنتوج ديال الارجان ونشوفوا هنا الناس اللي باغيين يديروا هذا الشيء هذا. وهذا السمان لاكاي كيفاش الفكره جاتك انت قبل؟ وشنو كثير مربي وحده جوج كيفاش جاك هاد الفكره هذه؟ علاش ماشي حمام؟ علاش ماشي باش نكون انا انا في الدراسه ديالي لا علاقه مع الفلاحه نهائيا. انا موجز في الاقتصاد، كليه ديال الاقتصاد. ايوا راه اقتصاد هذا الشيء زين. دونك فوالا هذا هو ملي درت لي ستود ديال البروجي ديالي جي كونستاتي كو البينيفيس ديال لو بروجي سي رونتابل. هاد بلو رونطابل كاع رونطابل وفواحد فواحد لو طون اللي قريب بزاف طون ريكورد غير كي فوالا كيبان كيترفع وما نقولوش لا باش نجي الناس واش نقول لك ما يتخوفوش من هذا المشروع. فوالا الناس ما عندهاش ما تخوف، تيقول لك قاد تخدم نيشان راك كيبان ريزولتا. قدينا وصبرت في الاول، خدمت بيدي وقديت الوريقات ديالي، قديت الشركه والحمد لله حتى الدوله راه حتى هي كدعم هذه المسائل هذه، ما نساوش حتى هي الفضل ديالها لان كدير تتعاون. المشروع عندك شحال دام الوقت باش بدا ولا رونطابل؟ شحال الوقت وشحال عندك دابا المشروع باش تقام؟ باش غادي تقريبا من ناحيه ديال 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 الديماراج راه تقدر تبدا حتى ب 3000 درهم. يعني الواحد يقدر يبدا ب 3000، وهذيك 3000 درهم راه تكبر، راه تولي 36 مليون، راه تقدر تخدم فيها ثلاث سنين، راه تقدر تولي معمر عندك الماتيريال ديال 30 مليون، وليني خاص الخدمه وخاص الواحد يدير الهدف ديالو قدامه هو ان هذاك المشروع خاصو ينجح، ما يقولش انا خاصني نوض ناكل منه ولا غادي نوض ندير منه شي حاجه ولا خاصني نشري منه غدا طونوبيل، لا يحاول الواحد يخدم عليه يكبره، ذاك الربح اللي كيجي منه يديه له هو. اي واحد يقدر هذا المشروع تقدر تبدا من الزيرو ياك؟ تبدا من الزيرو ومتكونش عارف حتى في الدومين. فوالا كاينين دي نوسيون دو باز ساهلين وباينين، ماشي شي حاجه زعما اللي كومبليكي بزاف، تحطها قدامك صافي تمشي عليها وما صعيبهاش في الخدمه وما كتاخذ الشرط. ويت السمان ضروري يكون قفز ولا مطلوق؟ غير مطلوق هو يقدر يهرب. هو خاصو يكون في القفز. في القفز لان في القفز كتحكم فيه وكتكونترولي الخدمه ديالك وكتربح حتى الوقت، تصرخيه في الارض. غناخذ مثلا مثال ديال البيض، عندك 1000 سمانه في الارض، راه ماشي عندك بحال لي 1000 سمانه مجموعه في باتيمون واحد. شحال كتعطي كل وحده سمانه البيض؟ تعطيك شهر نهار ها انت غادي تاخذ 80% ديال لوطو ديال 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 لي زولي تيخرجوا من لونيتي كامله. يعني عندك مثلا 100 كتقول انا تخرج لي 80 بيضه من كل 100، من كل 100 سمانه تعطيني 80 بيضه. هو تبيض في النهار. في النهار فوالا بيضه في النهار. سؤال اخر لا ديفيرونس قلتي بين لو مال ولا فيميل اللي بغى يشريه شنو لا ديفيرونس؟ الفرق بين لو مال ولا فيميل كاين في الصدر، هذا بالنسبه للمبتدئ. المبتدئ الصدر كيدير المبتدئين عندك الصدر ديال لا فيميل تيكون منقط بين الكحل والبيض، باغ كونطخ الصدر ديال المال تيكون بحال لون صابلي
وي تيكون وتيكون باين من تما وريني هاد براسه هاد لا تكنيك هادي غير فيزوال ما كتقدرش تحكم بها واش ذكر ولا نتوى دونك كتقلب نتوى من بعد كتوصل كتولي كتقلب كاين واحد لا تكنيك اللي زعما ملي كيخرج من البيضه شحال كتنتظري باش يولي ادولت كبير صافي على حسب لاليمونطاسيون اللي كتعطي وكي تدير تخدم عليها كنتي كتخدم على لاليمونطاسيون انتونسيف مزيانه كتخدم على 35 يوم تعطلتي وكنتي غادي تقدر توصل حتى 45 يوم باش توصل لك 150 غرام وهذا هو البوا ايديال ديال السمع دونك ماشي كياكلوا نيمبورت كوا خاص حاجه دي فيتامين ديالهم وتتعاونهم بدي ملتي فيتامين سي با شير الماكله ديالهم فين نلقاوها عند صحاب العلف كاينه عند صحاب العلف كتقول لي الناس اللي كتعطي هاد المواد الغذائيه ديال المواشي عندها شكرا جزيلا مرحبا بك في الدكاله لا يخطيك شكرا بزاف